طب ناخد سارة وبعدين ريهام. يا سارة ايوه اهلا بيكي. يا سارة اهلا بيكي. انا بس يعني سامعة الحوار اللي كان قبل كده، دي تعتبر مشاكل بسيطة بالنسبة للي حصل لي في ارتباطي يعني. قوليلي. فهو اوكي، انا خريجة تجارة انجلش بزنس ادمنستريشن، وبعد ما خلصت اشتغلت يعني في كذا بنك وكده، وبعدين اتجهت ان انا ادرس علوم شرعية. فتعرفت عليه في الجامع الازهر في الاروقة الازهرية وكده، وكنا بناخد دروس فقه مع بعض، وتقدم لي وقلت بقى خلاص يعني. انا طبعا المعايير عندي كانت مغلوطة شوية، قلت خلاص بدل ما هو حافظ القرآن كاملا وخريج شريعة وقانون، ليسانس شريعة وقانون جامعة الازهر، هو كان اصغر مني ب3 سنين، انا كنت 30 وهو 27. فهو طبعا ما صدقش ان يعني شكلي اصغر شوية، فهو ما اقتنعش. المهم يعني كتبنا بعد فترة صغيرة تقريبا شهرين وشوية. بس بعد كتب كتاب بحاجة بسيطة، هو يعني كان كويس جدا وطيب وكل حاجة معايا، لحد ما بيحصل أي خلاف كان بيحصل ضرب هستيري وألفاظ أنا ما يعني كنت أوي يعني أول مرة في حياتي حد يقولي الألفاظ دي. فطبعا جات لي زي صدمة طبعا. ففي الأول كنت برفض وكنت برجع له حاجته، لا خلاص الموضوع مش هيتم، مع إني كنت بحبه جدا وهو بيحبني جدا. فنعيط بقى والناس تعطفك ويقول هو فعلا كان بيعيط، فعلا حضرتك عرفتي إزاي، هو فعلا كان بيعيط بعد كل مرة بيعمل كده، بعد كل ضرب يعني كأنه بيضرب حد صاحبه، يعني ضرب بنيات في الصدر ولكاكيم وبيش يعني بيشدني من الهدوم. لكاكيم سمعت كده صح؟ لكاكيم. لكاكيم اوكي. لكاكيم وخربشه في الوش يعني، وخربشه. وبعد كل ده طبعا والكلام ده كان بيحصل على باب الاسانسير تحت قدام العماره، بعد ما بنكون راجعين مثلا من درس او من مشوار او كده. فبتبقى اسباب تافهه جدا بسبب حد مثلا من وصلتي أهلي للجواز حاجة. ولا لا؟ كاتب كتاب بس، لكن جواز لا. اتطلقتي؟ يعني انفصلت طبعا. انفصلت بعدها ب9 شهور، يعني 8 شهور وشويه، يعني تقريبا 8 شهور. اتجوزت كتبت كتابي في 11 وانفصلت في شهر 7. فانا تسع شهور اتضربتي كم مره يا ساره؟ 4 أو 5 مرات بس، ضرب يعني او اكتر، وساعات بيبقى في حركه عنيفه يعني يشدني من شنطه جامد عشان اقعد جامد قوي. اصلا انت بتبقي عامله ايه برضو عشان بعيط ممكن طبعا الناحيه قبل لا 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 قبل يعني عشان من الناحيه الثانيه اقول لك هي مستفزه وهي اكيد عمل. انت بتبقي عامله ايه عشان يديكي حاجات هقول لحضرتك يعني تبقى حاجات ما تستدعيش الكلام ده يعني. هو بيشك مثلا يعني انا كنت بشتغل في تنظيم الندوات في ساقية الصاوي، فحد يبعت لي مسج ماسنجر ان انا محتاج راجل يعني يبعت لي مسج ان انا ان هو محتاج ينظم ندوه او حاجه، فيفتكر ان انا خاينه، فهو يا رب دي خاينه يا رب بيني مش عارفه ايه حاجات كده، وانا ما كنتش طبعا. وبعد كده يتاكد يعني يتاكد بعد كده ان انا ما كنتش كده، لا حول ولا قوه الا بالله. وكان بيحلف بالطلاق مثلا في حاجات تافهه جدا، اروح يعني عايزني مثلا اروح عند البيت لو ما جيتيش النهارده الساعه 5 تبقي طالق، واحنا اصلا لسه ما اتجوزناش، ويعني والطلاق بالنسبه للي مكتوب كتابها بيقع مره واحده. صحيح بس. صحيح. بس وانا بعد ده حافظ القران ودارس علوم شرعيه، كنت كل يوم بسمع له 5 أجزاء مثلا. فدي الحاجه اللي اثرت عليا بعد ما انفصلنا. انا فضلت يعني بعد كل اللي حصل ده انا قعدت اجيب له اعذار ان الضرب ده كان بسبب ان هو صغير مثلا والدته بتضربه، او ان الشيخ بتاعه كان بيضربه، فانا قعدت اقول يمكن هو ما بيعرفش يعبر غير بالضرب، فحاولت اعدل منه بعد ما انفصلنا لان هو معايا في المكان اللي بتعلم فيه علوم شرعيه وكده. ففضلت اعدل منه، بس طبعا ده كل يعني حسيت ان والدته بعد كده اجبرته ان هو يخطب بنت خالته وهو بيحبني يعني هو بيحبني، فسابها وسابها. بس متعلقه بيه يا ساره بعد كل ده؟ ما هي دي بقى المشكله فعلا، يعني هي دي المشكله. طب ممكن ساره اسالك متعلقه بايه بالظبط؟ لو ممكن تردي على سؤالي، ايه الحاجه فيه؟ ايه الصفه؟ لا هو كان بيعمل حاجات كتير تانية كويسه يعني. انا كنت بعمل الفترة دي كان انا يعني انا كنت عاملة زي حادث وكنت بعمل عمليات كتير في الفك وكده، فكان بيعيط لما بيشوفني تعبانة وكان بيفضل معايا على طول، ما كانش بيسيبني وكان متعلق بيا تعلق مرضي. سارة ممكن اسألك سؤال لو سمحتي؟ انت علاقتك بباباكي اخبارها ايه؟ لا مش كويسة خالص، ما هي دي مشكلة. اوكي ثانك يو. شكرا يا سارة. ناخد ريهام ونجاوب على سارة وريهام. يا ريهام معايا؟ ريهام الو. طيب حاولي تكلمينا مره تانية، احكي لي بقى سارة.
احكي لي بقى. هو في حاجات مش عايزاني ارد عليها، في حاجات عايزه بوليس يتدخل فيها بجد، في حاجات عايزه مصحه نفسيه تعالجها. على فكره ده مش اول حاله نسمع ان هي بتتضرب وهي مخطوبه وهي مكتوب كده كتير وبيكملوا. في حالات عايزه سوشيال وركر او اخصائي اجتماعي يشتغل معاهم يشوف تاريخ الاسره ده عامل ازاي. بس اللي اقدر اقوله في الكيس دي موضوع ساره نفسها، وده لكل اب او ام بيسمعنا بيشوفنا، ان ساره بتقول انا بحبه، بتقول بتحبه لسبب ملوش علاقه بالحب، ليه علاقه بان هو في حد بيقول لها عارفه لو عندك قطه بتديها حاجه عشان تيجي. فهي عايزه حد يقول انا بحبك، حد يقول انا مهتم بيكي، فعشان كده سالتها على قطه باباها اللي ما كانتش كويسه. فاي اب موجود بيسمع بيشوف بنتك متعرضه لان هي اي حد يديها حقها الطبيعي في الحياه، فبتبدا تعمل حاجات غير مبرره وتتاذي ايذاء قوي وشديد زي اللي بتتكلم عليه ساره، ولسه بتحبه. وفاكره انها لسه بتحبه. بس عشان هو ده حقها في انها تتحب.